أهلا أحبائنا مشاهدينا. اليوم قلوبنا حزينة جدا على الأخبار اللي بنسمعها في لبنان، وعاوز أبتدي في موضوع اللي عاوز أتكلم فيه. بارك يا رب لبنان، بارك لبنان. اليوم بالأخبار في انفجارات حدثت بالمرفأ في الميناء في بيروت. طبعا ما بنعرف الأسباب كلها، لكن اللي بنعرف والأخبار طبعا ما زالت تتتابع، في ناس خسرت حياتها، في ناس جرحى كثيرون، وفي خسارات في الأبنية والممتلكات في المنطقة. طبعا لبنان بشكل عام عم بمر في ظروف صعبة كتير، عدا عن الظرف اللي كل العالم عم بتواجهه، ظرف وباء الكورونا اللي حدد كتير أشياء وسبب طبعا أزمة نفسية وتعب جسدي وروحي كمان. فوق كل هذه الأتعاب وضع لبنان من ناحية اقتصادية ومن ناحية سياسية، طبعا من ناحية اجتماعية عم بتمر في ظروف صعبة جدا، ومنصلي من أجل حل ومن أجل علاج إلهي متكامل في هذا البلد. منصلي كخدمة نور لجميع الأمم إنه ربنا يعزي كل الأهالي اللي فقدوا أحباء، والرب يعوض ويسدد كل الاحتياجات للناس اللي فقدت ممتلكات، ومنصلي من أجل حكمة للقيادات السياسية بالتدبير وإنه كيف يتعاملوا مع الوضع الراهن والأمور اللي عم بتمر فيها لبنان. طبعا أنا عاوز أقول إنه لبنان موجودة ومذكورة مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس، ويكفي أن نقول إنه يسوع المسيح راح لصور وصيداء في لبنان، وهناك شفى ابنة المرأة الكنعانية، وهناك طبعا مكث فترة ورجع من حوالي بحيرة طبرية إلى الديكابوليس، المدن العشرة اللي هي اليوم في الأردن. لبنان وجمال لبنان مذكور في سفر نشيد الأنشاد، وطبعا في أصفار الملوك بنشوف إنه مذكورة مرارا وتكرارا. كتير ناس اللي بيشاهدوا هذا الفيديو، من فضلكم خلينا نرفع صلاة من أجل لبنان، نصلي صلاة بركة على لبنان وصلاة حماية إن الرب يحمي هذا البلد، ومنصلي من أجل حل كامل في الموضوع والظروف الصعبة اللي بتمر فيها لبنان. وخليني كمان أذكر لبنان مش بس بلد جميل، يعني لبنان تعتبر الدول العربية اللي بتمارس الديمقراطية والانتخابات بحرية من فترة طويلة، وفيها التعددية، بتشوف فيها كل الأحزاب، بتشوف فيها كل الطوائف، كل الديانات، بتشوف فيها يعني تعددية من كل ناحية، بتشوف سني شيعة، بتشوف دروز، بتشوف مسيحيين على اختلاف طوائفهم وهكذا، بتشوف هذه التعددية، وكل واحد له صوت في لبنان. فاحنا منصلي يا رب انك تبارك هذا البلد الجريح، ومنصلي انك توقف اي نزيف، ومنصلي انك تسدد كل احتياج، ومنصلي يا رب انه تبارك اضعاف على هذا البلد. لكن اهم شيء منصلي انه معرفة ومجد الله يملأ هذا البلد الجميل، ومنصلي معرفة يسوع كمان تملأ كل شوارع لبنان وكل القرى وكل المدن، وربنا هيك يجيب رسالة السلام والمحبة والتفاهم في هذا البلد. احنا منصلي من أجل الاقتصاد يتحسن، من أجل الظروف السياسية إن الله يعطي حكمة للجميع، ومنصلي من أجل وباء الكورونا ينتهي بالكامل، وكل الإشكالات الموجودة طبعا بمر في ظروف صعبة، كمان في عدد لاجئين أكثر من سكان البلد، طبعا محتاجين لتسديد احتياج، ومحتاجين لحكمة، ومحتاجين يعني
لوضعية معينة كيف يتعاملوا. فمنصلي هيك بركة على لبنان وحماية على لبنان، ومنصلي ربنا يسترد كل مسلوب. فأنا عاوز أشجع كل اللي بيشاهدونا، من فضلك هاي الأسبوع خلينا نخصص صلوات من أجل لبنان، خلينا نبارك لبنان، وخلينا هيك نشوف يعني التغير في كل الأوضاع الموجودة هناك. شارك هذا الفيديو حتى أكبر عدد ممكن كمان يكونوا بركة لآخرين. الرب يكون معك.